تخيلي كده تشمي ريحة كريهة في حديقة بيتك وانتي متأكدة حتى من قبل ما تعرفي مصدرها انها الجثة متعفنة، هتعملي ايه وهتتصرفي ازاي؟ خاصة لما يكون زوجك مفهمك انك بتتوهمي وانك على حافة الجنون. ده اللي هنعيشه مع ملخص المسلسل الكوري الجديد Lies Hidden in My Garden، او الاكاذيب المخفية في حديقتي. فخليكم مع نتفليكس للنهاية علشان تعرفوا التفاصيل المريبة والمشوقة للحكاية. بتبدأ قصة مسلسلنا يوم 18 سبتمبر مع ران اللي بتكون نقلت مع عائلتها البيت جديد، وبرغم انها بتكون نقلت من 3 شهور كاملين الا انها بتكون منطوية جدا وبتحاول تتجنب كل جيرانها. في الوقت ده بتكون جارة جديدة اسمها سو وصلت للحي اللي عايشة فيه ران، وبيكون بيت سو هو البيت المقابل لبيت ران، ولكنها كانت بعيدة عن البيت من 6 سنين. ولما سو بتشوف ران واقفة في الشباك بتشاور لها، لكن ران بتتوتر وبتقفل الستارة بسرعة، وفورا بتتصل بزوجها الدكتور بارك اللي بيقول لها انه هيرجع يكلمها وقت تاني. واما بارك فبيكون في مدرسة ابن سونج، وده بعد ما طلبت المدرسة تقابله بسبب سلوك ابنه الغريب واهماله لمذاكرته، ومش بس كده ده كمان بيقول انه بيتمنى الموت. فبيعتذر لها بارك على تصرفات سونج ابنه وبيقول لها ان والدته بتمر بظروف صعبة وعلشان كده هو متأثر بيها. بعدها بياخد بارك سونج من المدرسة، وقبل ما يوصلوا للبيت بيكلم ابنه ويقول له ياخد باله من تصرفاته، خاصة لأنه عارف إن والدته بتمر بظروف نفسية صعبة. في نفس الوقت اللي بتشم فيه ران ريحة صعبة من حديقة البيت، فبتقرر تحفر في المكان اللي شمت منه الريحة. وقتها بيوصل بارك وبيسأل ران عن اللي بتعمله، فبتقول له إنها شم ريحة وحشة جدا في الحديقة، وبتفكر انها ممكن تكون من حيوان مدفون فيها وعلشان كده هتحفر وتتاكد. لكن بارك بيقول لها ان مفيش اي ريحه وانها بتتوهم، وبيسال ابن سونج اللي بياكد على كلامه وبيقول له انه مش شامم اي ريحه غريبه، فبتصدقهم ران وبتفكر بالفعل انها بتتوهم وبتتراجع عن حفر الحديقه. وعلى العشاء بيقول بارك لران ان الريحه اللي في الحديقه دي احتمال كبير تكون من السماد العضوي اللي سمت بيه الارض. وبعد العشاء بيقعد بارك يسمع حلقته على قناه التلفزيون، وده لانه دكتور اطفال مشهور وعنده برنامج خاص بيه. ساعتها بيجيله اتصال وبيبان على ملامحه انه متوتر، وان الاتصال ده من شخص غير مرغوب فيه اطلاقا، وعلشان كده بتكون ردوده غامضه وواضح انه متضايق من الشخص اللي بيكلمه. واما الشخص المجهول اللي بيكلمه فبيتفق مع بارك انهم يروحوا يصطادوا تاني يوم بالليل، وبيقول له بارك انه هيفكر. وهنا بيرن جرس البيت وبيروح بارك يشوف مين، وبتطلع جارتهم الجديدة سو اللي بتكون جاية تتعرف عليهم. فبيعتذر لها بارك انه مش هيقدر يفتح لان الوقت اتأخر، وبتقول له سو انها تبقى ترجع لهم مرة تانية الصبح. وقبل ما تمشي بتقول انها شم ريحة كريهة جدا، ساعتها بتسمعها ران وده بيخليها تشك ان اللي بتشمه حقيقي مش مجرد تخيل ووهم زي ما فهمها زوجها. وشوية ويقعد بارك يسرح شعر زوجته ران ويسألها لو كانت لسه بتسمع الأصوات اللي كانت بتسمعها في البيت، فبتفتكر ران أصوات الخبط اللي كانت بتسمعها في البيت أول لما نقله، وإن وقتها بارك قال لها برضو إنها بتتوهم، فبتقول إنها ما بقتش تسمع حاجة دلوقت. ساعتها بيقول لها بارك إنه متفهم حالتها النفسية الفترة دي، خاصة إن ذكرى وفاة أختها قربت وإنها في الوقت ده من كل سنة بتكون متوترة وحزينة. فبتشكر ران على دعمه واهتمامه بيها وإنه مستحملها هو وابنهم سونج. بعدها بتروح ران تاخد دواء الاكتئاب الخاص بيها، ووقتها بتفتكر وفاة أختها يوم ما رجعت البيت بعد أيام، لأنها كانت في رحلة مع أصحابها، وبتتفاجئ وبتتصدم بأختها مقتولة في البيت وجثتها بدأت تتعفن، ودي طبعا كانت صدمة في حياة ران مش هتقدر تنساها أو تتخطاها مهما مرت السنين. وبنروح لمكان تاني في نفس المدينة في شقة صغيرة مع كيم وزوجته سانج، وبيبان عنف كيم مع زوجته الحامل وإنه مش مهتم حتى بابنه ولا بيها، ودايما بيشتمها ويقلل منها. وقتها كان كيم بيشوف برنامج الدكتور بارك في التلفزيون، فبيتصل عليه فورا وبيتكلم مع بارك بانتصار وكأنه ماسك عليه زلة، وبيطلب يقابله ضروري علشان كده بيعرض عليه إنهم يروحوا يصطادوا زي زمان. وأما زوجته سانج فبتروح السوبر ماركت تشتري آيس كريم الفراولة اللي بتتوحم عليه بسبب الحمل، ولما بترجع بيمسكها كيم ويضربها ضرب شديد بدون أي سبب. وأما سانج فكانت حاطة كاميرا علشان تصور كل اللي بيعمله زوجها كيم مش من جديد ده من زمان. وبعد ما بتاخد العلقة التمام بتقوم تاكل الآيس كريم عادي وكأنها متعودة على اللي بيحصل لها ده. بعدها بتصور كل الكدمات اللي سببها كيم وبتبعتها للمحامي وبتسأله لو كانت الكدمات تنفع أدلة في قضيتهم. وبنعرف هنا إن سانج بتحاول تقاضي كيم على عنفه وتتطلق منه. تاني يوم بتقوم ران تنظف البيت كله، وأثناء التنظيف بتشوف فردة صناعية على الأرض فبتحطها في جيبها، لكنها بتستمر في شم الريحة الكريهة، وعشان كده بتقرر تروح لجارتهم سو تسألها لو كانت شمتها هي كمان. ولما بتروح لبيت سو بتلاقيها لسه راجعة من بره، وقبل ما تسألها ران بتسألها سو وتقول لها إزاي قادرة تعيش في البيت ده بالريحة الكريهة اللي فيه. فبتتوتر ران وتسيبها وتمشي، وعشان تقطع الشك باليقين بتقرر بالفعل انها لازم تحفر الحديقة وتتأكد بنفسها.
في نفس الوقت اللي بيكون فيه كيم رايح ياخد زوجته سانج من الشغل، وقبل ما سانج تركب معاه العربية بتشغل تسجيل التليفون علشان تسجل كل تعنيفه ليها، وبتطلب سانج من كيم انه يوصلها تزور والدتها، فبيقول لها انهم رايحين مشوار اهم من الزيارة دي بكتير، وبيشاور لها على شنطة الصيد اللي على كنبة العربية ورا، وبيقول لها ان الشنطة دي تساوي 500 مليون وون. وبالليل بتدخل سانج بيت والدتها وباين عليها التعب، فبتنام جنبها فورا من غير ما تصحيها ولا تعرفها انها وصلت. وتاني يوم لما بتصحى بتسلم على والدتها اللي بيبان انها مصابة بالخرف، وقبل ما تمشي بيجي لها اتصال من الشرطة بيعرفوها ان كيم زوجها مات وانهم لقيوا جثته. وبنرجع فلاش باك لليوم اللي قبل خبر موت كيم، وبنشوف ران وهي بتحفر في الحديقة عشان تتأكد بنفسها من مصدر الريحة الفظيعة دي، وفجأة وأثناء الحفر بتلاقي إيد بشرية قدامها مدفونة في التربة، فبتضحك ران لأن كان معاها حق ومش بتتخيل، بتضحك عشان تأكدت إنها مش مجنونة، لكنها بعدها بتترعب من اللي شايفاه. في الوقت ده جرس الباب بيرن، فبتغطي إيد بسرعة وبتقوم تشوف مين، وبكون اللي على الباب هو كيم اللي بيكون جاي علشان يوصل شنطة الصيد لبارك. ولما بتقول له ران إن بارك مش موجود بيصمم إنه يدخل الشنطة بنفسه، وفعلا بيدخل البيت، وبتكون ران متوترة وقلقانة جدا، وعلشان كده بتسيبه في الحديقة وبتروح ترن على زوجها بارك، ولما مش بيرد بتضطر ترجع لكيم وبتلاقيه مش موجود مكانه، وبيكون كيم بيلف حوالين البيت وبيصوره. بعدها يقول لران إنه بيصور البيت علشان ناوي يشتري بيت جديد ليه ولزوجته. في الوقت ده بتكون زوجته سانج مستنية في العربية وبتفتش فيها لحد ما بتلاقي تليفون بناتي، والتليفون بيقع منها جنب الكرسي ومش بتعرف تجيبه قبل ما يرجع كيم. ولما بيرجع كيم بيضحك بشكل هستيري ويقول لها إنهم هيبقى عندهم بيت بنفس مواصفات البيت ده قريب جدا. بعدها بياخد سانج للسوبر ماركت علشان تشتري هدية لوالدتها، وبيبعت لبارك صورة من بيته بيعرفه إنه قدر يوصل لبيته ويدخله كمان. في نفس الوقت اللي بتتصل فيه ران وبتطلب من بارك يرجع البيت فورا، ولما بيرجع بتدخله الحديقة علشان يشوف الإيد المدفونة، وبتخرج وتسيبه لأنها بتكون مرعوبة جدا. بس وبعد دقايق بيرجع بارك من الحديقة وبيرمي عليها جوانتي مطاطي، فبتصرخ وبتقع من الرعب. ساعتها بيضحك عليها بارك ويقول لها إن اللي لقيته في الحديقة ده مش جثة زي ما كانت متخيلة، وإنما هو عبارة عن كيس مطاطي فيه بقايا المواد بناء كان واقع من العمال اللي كانوا بيشتغلوا في البيت. لكن رام بتكون متأكدة إنها شافت إيد بشرية، وبتكون عايزة تروح تفحص التربة مرة تانية، لكن بارك بيوقفها ويقول لها إنها بتتوهم إنها بتشم الريحة، وده علشان ثانوية أختها قربت ويوم وفاتها هي شمت نفس الريحة من جثتها المتحللة. بعدها بيوعدها إنها لو حست إن الريحة مستمرة هيشوف خبير يفحص التربة. وكالعادة بيروح بارك كل يوم يوصل اللبن لابنه ويقول إن والدته هي اللي بعتاه ليه ولازم يشربه كله. بعدها بيروح يدي ران مشروب علشان يهدي أعصابها المتوترة، ويقول لها إنه مش هيخرج للصيد النهاردة، وده علشان يفضل معاها لإنها خايفة. فبتحاول ران تقول له إنها بخير لكنه بيرفض إنه يمشي ويسيبها. وبالليل بتصحى ران بسبب كابوس مرعب، وبتلاقي بارك مش جنبها، فبتعرف إنه راح يصطاد، لكنها بتقلق عليه لما بتسمع صوت رعد قوي ومطر شديد. وتاني يوم الصبح بتصحى تلاقي بارك بيجهز الفطار وبيقدم لسونج اللبن، فبتوقفه ران وتقول له إن اللبن غلط على سونج. وقتها بيتأكد ابنهم سونج إن والده كان بيكذب عليه كل مرة كان بيجيب له فيها اللبن على أساس إنه من والدته. وبتسأل ران زوجها عن الوقت اللي رجع فيه من الصيد، فبيقول لها إنه أصلاً ما راحش يصطاد. ساعتها بتقول له ران إنها صحيته ما كانش موجود جنبها، فبيعرفها إنه كان في أوضة المكتب بيشتغل. وبعد الفطار بيتجهزوا علشان يروح الكنيسة يحيوا ذكرى وفاة أخت ران، وبتلاحظ ران إن جزمة بارك والعربية عليهم طين، وبتعرف إن بارك بيكذب عليها وإنه خرج بالفعل امبارح. في الوقت ده بنرجع لسانج اللي بتروح المشرحة تتعرف على جثة زوجها، وبتعرف إنهم لقيوا جثته في عربيته والعربية غرقانة في بحيرة صيد. وبتكون سانج هادية جدا ومش بتدي أي رد فعل، لدرجة إن الشرطة بتستغرب، ولما بيحققوا معاها بيسألوها ليه زوجها راح يصطاد، فبتقول لهم إنه قال إنها رحلة صيد تبع الشغل وإنها مع دكتور مشهور اسمه بارك، ولما بتشوف صورته بتقدر تتعرف عليه لأنها شافته قبل كده في التلفزيون. ولكن الضابط بيصدمها لما يقول لها إن كيم مفصول من الشغل من شهرين كاملين، وطبعا بيكون كيم مخبى عليها وهي ما تعرفش. ولما بتخرج سانج من مركز الشرطة بتروح لمطعم وتاكل بطريقة شرهة جدا وكأنها محرومة من سنين، وده بيدل على فرحتها إنها أخيرا قدرت تتخلص من الظلم اللي كانت بتتعرض له على إيد زوجها كيم. وبترجع سانج البيت تفتش في كل حاجة كيم، وبتشوف أجندة كان مخبيها في مكان سري وبتعرف إنها مهمة. في نفس الوقت اللي بيرجع في بارك وعائلته من الكنيسة، وبيلاقي الشرطة مستنية وبيطلبوا منه يجي معهم على مركز الشرطة للتحقيق في موت كيم. ساعتها بتترعب ران وبتشك يكون زوجها هو بالفعل اللي قتله، وكتبوا عليها إنه خرج بيكون دليل عليه. وأول ما بيمشي بارك بتقع ران وبيغمى عليها، ومش بتفوق غير بعد فترة، وبتلاقي نفسها في بيتها
وبتسمع صوت جارتها سوء اللي بتطمن عليها وتقول لها ان سونج ابنها طلب منها المساعدة علشان ينقلوها البيت، وبتقول لها كمان ان الريحة الكريهة ما بقتش موجودة في البيت اصلا. لكن رام بتكون مش قادرة تتكلم، وعلشان كده بتستأذن منها علشان ترتاح. ولما بيرجع بارك من التحقيق بيطمن ران انها كانت مجرد اسئلة روتينية لانه كان يعرف كيم وبس. بعدها بيجهز بارك نفسه علشان يروح جنازة كيم. ساعتها بتقول له ران انها عايزة تروح معاه، وبرغم انه بيكون مستغرب لكنه مش بيمانع. في نفس الوقت اللي بتكون فيه سانج في جنازة زوجها، وبيبان ان مفيش حد بيحب كيم لدرجة ان مفيش ولا شخص جه يعزي فيه. ساعتها بتفتكر سانج التليفون اللي لقيته في عربية كيم واللي بتكون قدرت تاخده، واول ما بتفتحه بيجيلها اتصال. فبترد وبتسمع صوت شاب بيزعق لصاحبة التليفون ويقول لها ترجع والا هيموتها. فبتقفل الخط بسرعة وتقلب في الصور وتشوف صورة البارك وهو بيهدد بنت مراهقة وبين انه عايز يضربها. وهنا بس بتعرف سانج ايه السبب اللي كان مخلي كيم زوجها يبتز الدكتور بارك، وبتقرر انها تكمل مسيرته علشان تاخد الفلوس لنفسها. فبتبعت الصورة للدكتور بارك وبتكتب له انه اكيد فاكرها. ساعتها بيكون بارك في الحمام واللي بتشوف الرسالة هي ران. وبترجع سانج تفتكر يوم ما شافت فلوس كتير في درج زوجها. وقتها بيقول لها كيم انه بياخد فلوس من الناس اللي بيستحقوا انه يبتزهم ويسرق منهم فلوسهم. وهنا بتفوق سانج من ذكرياتها وبتدخل الحمام، وهناك بتقابل ران اللي بتكون لسه واصله العزاء وبتفكر انها تبقى زوجة بارك. وبتشوف ران التليفون جنب سانج، وأول ما بتشوفه بتتوتر لأن ده كان نفس التليفون اللي ظاهر في الصورة اللي اتبعتت لبارك. وبعد ما بارك وزوجته بيعزوا بتطلب سانج تتكلم مع بارك على انفراد، فبينزلوا يتكلموا تحت وبتقف ران تراقبهم من الشباك. وأول حاجة بتعملها سانج إنها بتوري لبارك التليفون وبتقول له إنه أكيد فاكره وفاكر صاحبته كمان. ساعتها بيعرف بارك إن هي اللي بعتت له الرسالة، وبتقول له سانج إنها عارفة بموضوع ال 500 مليون اللي كان كيم زوجها هياخدهم منه، وبتعرفه إن المبلغ ده أكيد علشان موضوع مهم جدا يخص البنت صاحبة التليفون. لكن بارك مش بيكون خايف منها إطلاقا، وبيقول لها إنها لو عندها أي دليل ضده ما كانتش وقفت اتكلمت معاه بهدوء وعمالة بتتفاوض لسه لغاية دلوقتي معاه. وبعدها بيسيبها ويمشي، وده اللي بيعصب سانج جدا. وعلشان كده بتطلع لزوجته ران وتقول لها ان بارك هو اللي قتل زوجها، لكن بارك بيلحقها ويخلص ران من تحت ايدها. بس كلام سانج بيفضل في عقل ران وبتفكر فيه، خاصة لان بارك كدب عليها. فبتنزل بالليل تدور في كاميرا العربية على اي دليل، لكنها بتلاقي كل السجلات ممسوحة. وقتها بيكون بارك وصل للجراج وبيسألها عن اللي بتعمله في العربية في وقت متأخر. فبتتوتر ران وتقول انها كانت بتدور على حلقها اللي ضايع منها. فبيقول لها بارك انه هيبقى يدور لها عليه تاني يوم. وتاني يوم لما بيروح بارك شغله وبيلاقي الشرطة مستنية وبتسأله عن المبلغ المالي اللي دخل حساب كيم باسمه، وده قبل وفاته بيوم، واللي كان عبارة عن 100 مليون. فبيقول لهم بارك انه كان مسلفهم لكيم لانه كان محتاجهم. وطبعا الضابط مش بيصدقه لانه مفيش حد بيسلف مبلغ كبير زي ده، لكنه مش بيكون بايده اي دليل ضده، وعلشان كده بيسيبه ويمشي. ولما بيرجع بارك البيت بيكتشف ان ران مش ضايع منها ولا حلق ولا حاجة، وبيعرف انها كانت بتكذب عليه. بياخد واحدة من حلقتها وينزل يتكلم معاها عن جارتهم سو، ويقول لها ما تحاولش تدخلها حياتها لانها كانت مسجونة من 6 سنين، والسبب انها قتلت زوجها ودفنته في حديقة البيت لحد ما ريحته طلعت والجيران بلغوا عنها واكتشفوا اللي عملته. فبتستغل ران الفرصة وبتقول لبارك انه خرج يوم الصيد، وبتسأله ليه بيكتب عليها ومخبي خروجه، فبيقول لها انه فعلا ما خرجش. وبعدها بياخدها عند العربية ويطلع لها الحلق ويقول لها انه لقاه. ساعتها بتتصدم ران وبتقول له ان مفيش حلق كان ضايع منها، لكن بارك بيكدبها ويقول لها انها قالت ان حلقها ضايع وهو دور عليه ولقاه. وقتها بتواجهه ران وتقول له ما يتهربش من سؤالها ويقول لها هو ليه بيكذب عليها. وهنا ما بيقدرش بارك يتحكم في اعصابه وبيتخانق معاها ويزعق لها ويقول لها تفوق من الاوهام اللي هي فيها، لان الاوهام والهلاوس دي اللي عماله كل شويه بتتخيلها مأثره عليه وعلى ابنهم، واللي اساسا عرف من كام يوم انه بيقول للاستاذه بتاعته بانه عايز يموت، وكل ده اكيد بسببها. وطبعا رام بتكون واقفه مصدومه وهي بتسمع كلامه ده وطريقته الجديده دي. تاني يوم بيتم دفن كيم، وبعد الدفن بتروح زوجته سانج تتغدى مع عائلته وبتاكل بكل شراهه، وبتعرف منهم ان كيم كان مديون ب 250 مليون. فبتتصدم لانها عمرها ما شافت المبلغ ده مع كيم، ولكن اللي بيطمنها انها برضه بتعرف ان كيم كان مأمن على نفسه وفلوس التأمين مبلغ كبير. فبتروح لشركة التأمين وبتسأل ازاي تاخد فلوس تأمين كيم، وبتعرف ان فلوس التأمين مش هتقدر تاخدها لو اثبتوا ان موت كيم كان عملية انتحار. ولكن سان كانت متأكدة انه مقتول، وعلشان كده بترجع البيت تفكر ازاي تثبت ان بارك هو اللي قتل كيم. واما ران فبتفتكر السبب اللي خلاهم يمشوا من المدينة اللي كانوا عايشين فيها، وبترجع فلاش باك بذكرياتها يوم وفاة اختها لما بتشوف واحد من سكان العمارة بيخرج من نفس دور شقتهم، وبعدها بتشوفه واقف اثناء نزول جثة اختها وبيكون مبتسم.
وعلشان كده بتشك فيه إنه هو اللي قتل أختها، وبعد سنين بترجع تقابل نفس الشخص تاني وبتصدم لما تعرف إنه مدرس في مدرسة ابنها سونغ. وعلشان كده لما بيكون سونغ عايز يروح معسكر مع زميله بترفض لأنها بتكون خايفة عليه وبتحاول تمنعه بكل الطرق، بس بارك بيطمنها وبيوافق إن سونغ يروح المعسكر. وبمجرد ما بيمشي بتمشي ران وراه بعربيتها وبتدور عنه وسط كل الطلاب اللي كانوا متنكرين، لحد ما بتشوف الأستاذ وهو ماشي ورا واحد من الطلاب، فبتتخيل إنه ابنها وبتجري على المدرس تضربه بعصاية على دماغه. وبسبب اللي عملته بيتكلم كل الحي عليها، وده كان السبب اللي خلاهم ينقلوا من مكان سكنهم القديم. وهنا ولما بتفوق ران من ذكرياتها بتقرر تتأكد من كذب زوجها بارك عليها، وبتروح لجارتها سو وبتطلب منها تشوف كاميرات المراقبة اللي قدام بيتها. وفعلا يوم حادثة كيم بتشوف بارك وهو خارج بالعربية من البيت، وبعد فترة طويلة بيرجع تاني وبتتأكد ران هنا انها كان معاها حق، فبتطلب من سو انها ما تقولش لحد انها شافت كاميرات بيتها. تاني يوم بتروح ران لسانك في البيت وبتسألها ليه قالت ان بارك هو اللي قتل زوجها وايه الدليل اللي معاها، فبتقول لها سانج ان معها دليل ابتزاز كيم لبارك لدرجة انه بسبب الدليل ده ممكن يقتله بسهولة. وبتطلع لها تليفون البنت اللي لقيته في عربية زوجها وبتوريها الصور اللي عليه واللي كان فيها صورة بارك وهو بيهدد البنت، وبتسألها ران ليه بارك ممكن يعمل كده، فبتقول لها تسأله بنفسها الا اذا كانت خايفة منه. في الوقت ده بيتصل عليها بارك وبيطلب منها انهم يتقابلوا علشان يتفاوضوا، وفعلا بيتفقوا انهم يتقابلوا تاني يوم. ولما بترجع ران من عند سانج بتتكلم مع بارك وبتتأسف له على شكها فيه، وبارك كمان بيعتذر لها على معاملته القاسية ليها. وتاني يوم بتودع ران زوجها وهو رايح الشغل، ومجرد ما بيمشي بتروح لسو وتطلب منها تاخد عربيتها تعمل بيها مشوار، وبتاخد العربية وتروح على بيت سانج اللي بتنزل لها علشان يروحوا يدوروا عن البنت صاحبة التليفون اللي بتعرف سانج من أجندة زوجها إن اسمها سومين، وكمان بتعرف عنوانها. فبتروح على العنوان وبتقول له ران تستناها قدام البيت، وبتدخل تتكلم مع والد سومين وبتكتب وتقول له إنها تبقى أستاذة بنته، وبتسأله عن المدة اللي اختفتها سومين بيها وبيقول لها إنها مختفية من 3 شهور، ولكن بيفتكر الأب إنه أستاذ سومين جه قبل كده وسأل عنها، وبيعرف إن سانج بتكذب وبيهددها تقول له ليه بتدور عن بنته. وهنا بتسمع ران صوتهم فبتدخل تاخد سانج بسرعة، وده قبل ما الأب يتصل بالشرطة. بعدها بتروح سانج علشان تقابل بارك، وبتفتح مكالمة بينها وبين ران اللي كانت قاعدة بتراقبهم من العربية، وبيتكلم بارك ويقول لها ان كيم كان عايز منه 200 مليون، لكن طبعا سانج كانت عارفة ان كيم طالب 500 مليون، وبتقول لبارك انه مش هيقدر يضحك عليها ويديها فلوس اقل. فبيقول لها بارك ان مفيش اي دليل عليه يخليها تثق قوي انه هيديها المبلغ ده. وقتها بتطلع له سانج صورته مع سومين، فبيتوتر بارك وبيرفع المبلغ ل 300 مليون، وبتستغل سانج الفرصة وبتقول ان الصورة لو ما كانتش دليل ما كانش رفع السعر كده. فبيقول لها بارك انه معجب جدا بذكائها وعلشان كده عايز يسألها سؤال، واللي هو ازاي قدرت تسحب جثة كيم وترمي بعربيته في البحيرة. ساعتها بتتصدم سانج من السؤال وبتقول له انه بيداري جريمته لانها واثقة انه هو اللي قتله. كل ده ورام بتسمع كل محادثتهم في العربية وبقت مشتتة اكتر ومش عارفة مين فيهم هو اللي صادق. وعلشان كده لما بتخرج سانج من المطعم بتقول لها ران انها تديها 300 مليون مقابل انها تسيب عيلتها في حالها، لكن سانج بتكون مصممة انها تظهر الحقيقة. في الوقت ده بيرن تليفون سومين، وبيكون اللي بيرن صاحب البيت المشبوه اللي سومين كانت بتشتغل فيه، وبيقول لسانج انه هيقول لها على مكان سومين مقابل مبلغ مالي وانها ترجع له التليفون. فبتتفق سانج مع ران انهم يروحوا بكره سوا ويعرفوا عنوان سومين من المتصل. ولما بتطلع سانج البيت بتلاقي صاحبة البيت بتعرض بتهليل ايجار، وده لان كيم كان متاخر في دفع الايجار. وهنا بتصمم سانج اكتر انها تاخد الفلوس من بارك باي شكل. في الوقت ده بيكون بارك قاعد بيفتكر ازاي قتل سومين لما سحبها وهي غرقانه بدمها وحبسها في الدولاب، وبعد البيت ما فضي اخد جثتها ودفنها في الحديقه، وطبعا دي كانت الجثه اللي ران فعلا شافت ايدها. وبنرجع لران اللي تاني يوم بتروح مع سانج للبيت المشبوه علشان يعرفوا مكان سومين، وبيكون صاحب البيت عارف ران وعارف انها تبقى زوجة بارك، وعلشان كده بيكون عايز يستغلها ويستغل خوفها الظاهر على ملامحها. ولكن ران بتطلع اذكى منه، بتطلع تليفونها وبتتصل على سو وتقول لها انها لو رجعتش البيت في خلال 10 دقايق تتصل بالشرطة وتخليهم يتتبعوا تليفونها. وبعد ما بيخوف صاحب البيت بتديله سانج التليفون وبتديله ران فلوس علشان يعرفوا مكانها، لكن وقتها بيقول لهم انه ما يعرفش مكانها. ولما بتسأله ران عن علاقة بارك بسومين بيقول لها ان بارك ما كانش زبون عندهم، ولكن اصحابه في المستشفى هم اللي كانوا زباين عنده، وبارك كان بيهاجم شغلهم وبيمنع اصحابه انهم يروحوا له، وعلشان كده كان عايز يوقع بارك فبعت له سومين وخلاها ترمي نفسها قدام عربيته ووقف يصور ردة فعل. لكن
لكن ردت فعل بورك إنه بالفعل ما اهتمش بسومين ونزل يقول لها حاجة خلت سومين متضايقة ومش على بعضها. في نفس الوقت كانت الشرطة لقت جثة سومين مدفونة في الغابة، وطبعا كان بورك هو اللي نقلها بعد ما زوجته ران كانت هتكشف السر. وبعد ما ران وسانج خرجوا من بيت الراجل بتقول ران لسانج إنها تأكدت دلوقتي إن زوجها ملوش علاقة باختفاء سومين وبالتالي ملوش علاقة بقتل كيم زوجها، لكن سانج بتقول لها إنها أكيد لسه بتشك في زوجها وما تكذبش عليها، وده لأنها كانت بتشك فيه من البداية، لأنها لو كانت واثقة فيه ما كانتش جت معاها العزة ولا كان زمانها معاها لحد دلوقت. والكلام ده طبعا بيستفز ران لدرجة إنها بتضربها بالقلم وبتسيبها سانج وبتمشي. بس وفجأة بتقع سانج في الأرض من شدة ألم بطنها، وهنا بتفتكر يوم وفاة كيم، والمفاجأة إن سانج هي اللي فعلا قتلت زوجها، وده لما قدمت له مشروب اشترته من السوبر ماركت وحطت فيه منوم، وبعد ما نام نقلته للكرسي التاني وسائت هي العربية لحد ما وصلت للبحيرة وزقت العربية وهو موجود فيها وهي منهارة وخايفة. وطبعا هي بتكون عملت كده لانها ما كانتش لاقي اي حل تاني غير ده علشان تتخلص منه ومن معاملته الوحشيه وظلمه الشديد ليها. وبعدها زي ما شفنا كانت رجعت على بيت والدتها ونامت جنبها لحد الصبح. ولما بتفوق سانج بتلاقي نفسها في المستشفى، وبتقول لها الممرضه انها اتنقلت للمستشفى بسبب فقر الدم الشديد اللي كان عندها. بعدها ولما بتخرج سانج من المستشفى بتروح على البيت، وهناك بتلاقي الشرطه مستنيينها وبيحققوا معاها ويسالوها لو كيم كان بياخد اي دواء مخدر، فبتقول لهم انه مش بيحب الادويه اطلاقا. وهنا بيعرفوها انهم لقيوا نسبه مخدر في جسم كيم، ووقتها بتسالهم لو كانوا عرفوا من الدكتور بارك راح فين يوم الحادثه، وبيقولوا لها انهم اتاكدوا ان بارك ما كانش موجود يوم الحادثه عند البحيره. ساعتها بتقلق سانج لانها بتكون خايفه للقضيه تتقيد انتحار، ساعتها هتضيع عليها فلوس التامين. واما بارك فبروح يزور والده وبيبان انه شايل شنطه الصيد اللي كان حاطط فيها جثه سومين، فبياخد الشنطه وبيحرقها وبيكون كده حرق اخر دليل ضده. واما ران فبترجع للبيت وبتشكر سون انها سمحت لها تاخد عربيتها، وبيشوفهم ابنها سونج فبيروحوا سوا للبيت وبيسالها سونج ليه كانت واخده عربيه جارتهم، فبتكذب ران وتقول انها كانت بتزور صاحبتها، وطبعا سونج كان عارف ان والدته ما عندهاش اي اصحاب. وفجأة بيتخانق معاها وبيسألها هي ليه ضعيفة وليه مش بتصمم على الحاجة اللي شافتها أو سمعتها أو حتى شمتها، ليه بتخلي حد تاني يتحكم في قرارها. وبتستغرب ران من ثورة سونج الغير مبررة وبتكون مش فاهمة سببها إطلاقا. ولما بيرجع بارك البيت بيلاقي ران مستنياه وبتوريه الفيديو اللي كان بيخرج منه من البيت ويوم ما كان بيكذب عليها، وبتقول إنها مصدقاه وواثقة فيه لكنها محتاجة منه تفسير للفيديو ده. وكالعادة بيقدر بارك انه يقلب الكلام لصالحه وبيلومها انها راحت لجارتها علشان تشوف الكاميرات، وبيقول لها كمان انه فعلا خرج اليوم ده ولكن علشان يزور والدته المريضة، وانه رفض يقول لها انها مريضة علشان حالتها النفسية. فبتتأسف لوران وبيقول لها بارك انه سامحها وموافق يبدأ معاها صفحة جديدة. وهنا بيسمعهم سونج وبتزيد عصبيته، فبيخرج من البيت ويروح يقعد عند جارتهم سو ويقول لها انه بيتمنى ما يبقاش زي اهله لما يكبر. تاني يوم بتروح سانج تزور والدتها في دار المسنين، وبتسمع في الاخبار انهم لقوا جثه بنت في عمر ال 16 في الغابه، وبتعرف انها تبقى سومين. وفجاه بتسمع والدتها بتكلمها وتقول لها ازاي قدرت تقتل زوجها ووالد ابنها. في الوقت ده بتكون ران في البيت بتنظفه وبتشوف على الارض نفس الورده اللي شافتها قبل كده، ولكن المره دي بتفتكرها وتفتكر انها نفس الورده اللي كانت في تليفون سومين. ساعتها بترجع الدنيا تسود في وشها، والمره دي بتقرر بالفعل انها ما تبقاش ضعيفه ولا تستسلم لكلام اي حد، وبتجري على الحديقه وبتحفر بنفسها علشان تشوف ايه مستخبي في الارض. لكن بارك بيلحقها ويزعق معاها بسبب تصرفاتها دي. ساعتها بتقول له ران انها مش مجنونه وانها المره دي متاكده ان هي اللي كانت صح وان اللي شافته ما كانش مجرد جوانتي مطاط. واثناء ما كانوا بيتخانقوا بيوصل سونج، والمره دي بيقول لوالدته انه هو كمان كان بيشم ريحه كريهه لكنه خبى عليها. وهنا بارك بيستسلم ويقول لها الحقيقه وانه فعلا كان في جثه في الحديقه وهي بالفعل نفسها جثه البنت سومين. والصدمه الاكبر لما يقول لها ان سونج ابنها هو اللي قتلها. وهنا بنرجع فلاش باك قبل شهر وبنشوف سومين وهي رايحه تتعرف على سونج في المدرسه لانها عارفه انه يبقى ابن بارك، وبتقول انها جارتهم الجديده في نفس المنطقه وانها كمان عارفه والده ووالدته، وبتساله على كتاب لانها عايزه تذاكر منه، فبيقول لها انه في البيت. وقتها بتقول له انها هتروح معاه البيت علشان تاخده منه، وفعلا بتروح معاه البيت وبتفضل تصور في الحديقه من اوضته. وبيسالها سونج ازاي عرفت والده، فبتفاجئه لما تقول له انها تعرف والده من قبل ما تعرفه، وبتقول له ما يتفاجئش لما يلاقيها جايه تعيش معاهم في البيت مكان والدته لانها دلوقتي حامل من ابوه. وطبعا كلامها المستفز ده بيعصب سونج جدا وبيخليه ياخد تصرف جنوني بدون ما يفكر، فبيوقع سومين من على السلم وهي نازله وبتقع غرقانه في دمها. وهنا بيترعب سونج لما يشوفها بالمنظر ده وبيتصل على والده فورا اللي بيجي يداري جريمه ابنه بسرعه وياخد سومين يخبيها في دولاب ابنه.
وبتكون سمين هي اللي بتخبط يوم مارون سمعت صوت تخبيط، لكن طبعاً بارك بيقول لها إنها بتتوهم أو بيستناها لحد ما تخرج من البيت، وبياخد سومين يدفنها في الحديقة، وده برضو بيكون سبب ريحة التعفن اللي بدأت تظهر في البيت. ويوم مارون بتكتشف الجثة بيعرف بارك يضحك عليها، وفي نفس اليوم بيحط لها هي وسونج منوم في المشروبات اللي بيقدمها ليهم، وبياخد الجثة ويروح يدفنها في الغابة. واليوم ده كان نفس يوم قتل كيم، وعلشان كده كدب على ران، ووقتها ران افتكرته انه قتل كيم، لكنها ما كانتش تعرف انه بيداري على جريمة قتل تانية. وبعد ما بتعرف ران كل الحقيقة بتنهار، وبتقول لبارك ليه ما قالهاش الحقيقة من الاول، فبيقول لها لانها ضعيفة واكيد مش هتقدر تستحملها. وهنا بتقوم ران وبتكون عايزة تاخد ابنها للشرطة يعترف على كل اللي حصل، لأنه بكده هيفضل عايش طول عمره بإحساس الذنب، لكن بارك بيمنعها ويقول لها إنها كده مش بس بتدمر ابنهم، دي كمان بتدمر كل العيلة وسمعته وشغله وكل حاجة كان بيسعى ليها في حياته. تاني يوم بيجي استدعاء من الشرطة لسانج وران للتحقيق معاهم في قضية سومين، وطبعا قبل ما تدخل ران للشرطة بيفكرها بارك إنها لازم تعمل حساب عيلتها وتخاف عليهم. وبتدخل ران لمركز الشرطة وبتم التحقيق معاها بعيد عن سانج، وبرغم إنهم مش متفقين على الكلام اللي هيقولوه هما الاتنين، إلا إنهم بيقولوا نفس الكلام وإنهم كانوا شاكين في أجوازهم وانهم كانوا على علاقه بسومين، علشان كده كانوا بيدوروا عنها. وبعد ما بيخلص التحقيق بيقولوا لسانج ان قضيه زوجها اتقيدت انها قضيه انتحار، وبتاخد متعلقات زوجها وبتخرج تلاقي ران مستنياها، وبتقول لها ان خلاص الحكايه خلصت، وبتوصلها ران لدار المسنين. وبعد ما بتطلع سانج بتكتشف ران ان سانج نسيت صندوق متعلقات زوجها، فبتطلع تسيبه ليها في اوضه والدتها. ولما بترجع ران البيت بتكتشف ان سونج لما كل هدومه ومشي من البيت. في الوقت ده بتيجي سو ترن عليها جرس الباب وتقول لها انها عايزاها في موضوع بخصوص سونج، وتاخدها سو للمكان اللي وصلت ليه سونج، او بيطلع انه اجر شقه لانه قرر انه يسيب البيت وما يرجعش تاني، وبيقول لوالدته تيجي تعيش معاه، وبيبان على سونج انه خايف وبينهار وهو عمال يقول لوالدته انه شاف والده بعينه وهو بيقتل سومين. وبيبدا يحكي لها انه بعد ما رمى سومين من على السلم ووالده جه وحبسها في دولابه، لما طلع ياخد ادواته علشان يروح المدرسه لقاها لسه عايشه، وعلشان كده قرر ينقذها ويقول لها تتحمل وهيرجع لها بعد شويه. وبعدها ولما راح المدرسه قرر انه يسيب المدرسه في نص اليوم بحجه انه مريض، ولما رجع البيت ما لقاش سومين في اوضته، واكتشف هنا ان والده اخذها علشان يدفنها في الجنينه، ولانها كانت لسه عايشه خنقها بارك لحد ما ماتت قبل ما يدفنها. ساعتها بتعيط ران وبتقول انها سمعت صوت تخبطها وهي بتستغيث، وانها لو كان عندها الشجاعة كان زمانها دلوقتي انقذت البنت دي وكان زمانها عايشة. فبيهديها سونج ويقول لها ان موتها ما كانش غلطها، انما غلط والده اللي قتلها بايده. في الوقت ده بيجي لسانج اتصال من صاحبة البيت، وبتقول لها انها لازم تسيب البيت في اسرع وقت وقال لها تطردها. وبتلاقي سانج نفسها مش عارفة تتصرف، حتى زوجة اخوها بترفض انها تيجي تعيش معاهم، فبتاخد سانج تليفون زوجها من متعلقاته وبتسيب الباقي في المحطة وبترجع البيت، وبتحاول تفتحه لحد ما في النهاية بتعرف الباسورد وبيفتح معاها. وبتشوف صور كتير لبيت بارك ومن ضمنهم صورة للحديقة من أوضة سونج، ولما بتدقق فيها بتحس انها شافت المنظر ده قبل كده، فبتروح تفتح الملفات اللي نسختها من على تليفون سومين، وبتشوف صورة لحديقة بيت بارك من نفس الزاوية والمكان. وهنا بتتأكد ان اخر مكان سومين كانت فيه هو بيت بارك، وان كيم كان عنده سبب قوي فعلا علشان يطلب ال 500 مليون، وبيرجع لها الامل تاني انها تاخد الفلوس من بارك. واما ران فبتفتكر اخر يوم شافت فيه اختها عايشه لما كانت بتحضر معاها شنطتها علشان تروح الرحله، وبعد كام يوم ولما رجعت من الرحله لقيت اختها في البيت مقتوله وجثتها بدات تتحلل. وبتفتكر كمان قسوه والدتها عليها بعد وفاه اختها لما اتهمتها انها السبب في موت اختها، وبرغم الحاله النفسيه اللي كانت فيها ران الا ان والدتها كانت بتفكر باي طريقه ازاي تقدر تزوجها من شخص غني. أو بنرجع مع ران اللي راحت لوالدتها البيت تزورها، وبتطلب منها انها تسيب سونج معاها كام يوم لحد ما تظبط امورها. ساعتها بترفض والدتها وبيبان عليها القسوه، وبنعرف هنا ان هي اللي سلفت سونج فلوس ايجار البيت علشان قال لها انه هيردها لها بالضعف. وبتسالها والدتها ايه اللي بيحصل معاها في البيت علشان تجيب سونج عندها، وما بترضاش ران انها تقول لها اي تفاصيل، وكل اللي كان شاغل والدتها انها تطمنها انها مش هتتطلق من بارك، وده طبعا زي ما كانت دايما بتفهمها والدتها انها مش هتقدر تعيش من غير زوج. والأول مرة بتتكلم ران مع والدتها وبتقول لها إنها طول عمرها قاسية، وإنها قسيت عليها طول حياتها لدرجة إنها شيلتها ذنب موت أختها، وبتعرفها إنها من النهاردة مش هتكون ضعيفة وإنها هتبقى أم قوية، وعلشان كده بتقول لها إنها لازم تعتذر لها لأنها حملتها ذنب موت أختها لوحدها، ولو فعلا سامحتها ساعتها ممكن تقدرها وتشفق عليها علشان بنتها الكبيرة ماتت وكانت مجروحة من وقتها. وطبعا الكلام ده بيأثر على والدة ران وبيخليها فعلا تعترف لران إن مش هي السبب الرئيسي في موت أختها،
فبترتحران من كلامها، وبتعرفها والدتها إنها تستقبل حفيدها 4 أيام لحد ما تظبط أمورها في البيت، وبترجع ران البيت وبتتفاجئ بزيارة سانج ليها، فبتدخلها البيت وبتتمشى فيه سانج وبدون إذن ران لحد ما بتدخل أوضة سونج وبتصور نفس الصورة من شباكه، وبتتأكد إنها نفس الصورة اللي كانت على تليفون سومين. بعدها بتنزل لران وتقول لها إنها عملت زي كم زوجها لما جاه البيت وبرضه دخلوا بدون أي استئذان، وبتدي لسانج شنطة فيها 200 مليون، وتقول لها إنها تديها 300 مليون الباقيين لما تنفذ اللي هتقول لها عليه. فبتسألها سانج عايزة إيه، وبتفاجئها ران لما تقول لها إنها عايزاها تقتل زوجها بارك بالظبط زي ما قتلت زوجها كيم. فبتتصدم سانج من كلامها، وبتعرفها ران إنها عرفت كل حاجة، وبتقول لها إن والدتها حكت لها كل حاجة وإنها قتلت زوجها علشان الظلم اللي كانت بتتعرض له. فبتنهار سانج وبتقول لها إنها ما تعرفش إيه اللي كانت بتمر بيه علشان توصل للنقطة دي، لكن ران بتقول لها إنها عارفة وحاسة بيها، وعلشان كده عايزة هي كمان تتخلص من زوجها، وده علشان الضعف والجنون اللي دايما بيحسسها بيه. وبتتفق مع سانج انها تروح لها البيت علشان تتفق معاها على الخطة النهائية. ولما بتخرج سانج من بيت ران بيجي لها اتصال من زوجة اخوها بتقول لها ان اخوها عمل حادثة ومحتاجين فلوس. فبتحتار سانج وبتكون مش عارفة تساعد اخوها بالفلوس اللي اخدتها من ران ولا لا. فبتروح تزور والدتها اللي بتقول لها تمشي وتنساها وتنسى عائلتها، لانها عارفة بمرضها وانها مصابة بالخرف وشوية وهتنساها، ولانها كمان كده كده هتكتب البيت باسم ابنها ومفيش حد هيتظلم غير سانج. علشان كده بتقول لها تفكر بنفسها وفي ابنها اللي لسه هيتولد وتبدأ حياة جديدة فيها سعادة، لأنها كانت عارفة الظلم اللي كانت بتتعرض له من زوجها كيم. وبتقول لها إن كل مرة كانت بتعمل له فيها وجبة بيحبها كانت على أمل إنه يعامل بنتها كويس، لكن للأسف ما كانش بيعمل كده إطلاقا. وفعلا بتقتنع سانج بكلام والدتها وتمشي ترجع بيتها، ولما بتتصل بيها زوجة أخوها بتقول لها ما تتصلش بيها تاني وتنساها تماما. تاني يوم بتروح ران على بيت سانج علشان يتفقوا على الخطة، وأول حاجة بتعملها سانج إنها بتطلع الكاميرا وبتصور بيها كل حوارهم علشان الاتنين يكونوا مشتركين في القضية ومحدش يقدر يخون التاني. وبتتكلم سانج وبتقول لها إنها لازم تقرب من جارتها وتقعد معاها، وكمان تتعمد تخليها تشوف كدمات في جسمها علشان تعرف شخصية بارك وإنه عنيف معاها في البيت. وبعدها بتتصل على بارك وتطلب منه إنه يشتري فحم علشان عايزة تشوي في البيت، وتحاول تشغله وتاخد تليفونه وتبعت على تليفون سانج إنها عايزة تقابلها وتديها الوقت والمكان، وبعدها تمسح الرسائل من على تليفون بارك. تاني يوم وبعد الغداء تعمل عصير لبارك وتحط فيه منوم. الساعة 2 بالظبط هتكون سانج قدام بيتهم، هتدخل تاخد بارك في عربيته وتوصل بيه لنفس البحيرة اللي قتلت فيها زوجها كيم، وهتحط وردة تليفون سومين في ايده، بعدها تولع الفحم في العربية وتقفل عليه، وده علشان يبان انه انتحار بسبب احساسه بالذنب اللي قتله لسومين. ولما بتخلص سانج شرح الخطة بتسألها ران لو كانت ندمت على قتلها لزوجها، فبتعترف لها انها ندمت بسبب المصايب اللي عرفتها بعد موته، لكن لو رجع بيها الزمن هتقتله مرة تانية بدون اي تردد. وبتوريها الفيديو اللي كان كيم بيضربها فيه، وتاني يوم بتنفذ ران كل خطوة من الخطة اللي رسمتها سانج. ولما بتوصل سانج علشان تاخد بارك بتسأل ران فين الفحم، ساعتها بتسكت ران ومش بترد عليها، وفجأة بيقوم بارك من ورا سانج وبيحقنها بمادة مخدرة فبيغمى عليها فورا. وبنرجع فلاش باك لليوم اللي ران راحت فيه لسانج علشان تعرف الخطة، وبعد ما بتمشي من عند سانج بتروح لزوجها العيادة علشان تستناه ويمشوا سوا. وقتها بتفتكر اليوم اللي بارك عرض عليها الزواج فيه، وانه كان يوم غريب جدا لانه عرض عليها الزواج في جنازة اختها. علشان كده بتسأله ران كان بيفكر في ايه لما عرض عليها الزواج في ظروف زي دي، فبيقول لها انه كان بيفكر انها مستحيل تخونه لانه كان شايفها ضعيفة ومحتاجة حمايته. ويوم الجريمة بتروح ران تقعد مع سو جارتها زي ما سانج قالت لها، وبتتعمد انها تبين ايدها المصابة قدامها، وبتتكلم سو مع ران وبتعترف لها ان مش هي اللي قتلت زوجها، ولكن زوجها مات بسبب سكتة قلبية لانه كان مريض بالقلب، وبسبب تعلقها بزوجها ولانها ما كانش ليها غيره بتكون مش مصدقه ولا عايزه تقتنع انه مات، لدرجه انها بتعيش معاه لايام في البيت وهو ميت. ولما الجثه بدات تتحلل اضطرت انها تدفنه في البيت علشان يكون قريب منها، وبتقول لها ان كل الجيران كانوا شامين ريحه التعفن الا هي. وبتحكي لها انها كانت شايفه ان زوجها حبسها، لكنها اكتشفت ان عمره ما حبسها لان دايما الباب كان مفتوح وهي اللي كانت بتخاف تخرج للعالم. وبتعرف ان زوجها كان بيحميها من قساوه العالم، وبتقول لها انها ما فهمتش ده غير لما مات، وكلامها فوق ران وخلاها تتراجع عن قرارها. وعلشان كده بتروح تتكلم مع بارك وبتعترف له ان سانج عرفت ان سونج هو اللي قتل سومين، فبيقول لها بارك ان كيم كمان عرف، وان اليوم اللي نقل فيه جثة سومين من البيت وبعد ما تخلص منها كان بيفكر ازاي هيتعامل مع كيم علشان يسكته، ولكن موته كان بالنسبة له خبر كويس جدا. وبيعرفها ان سانج مش هتطلب منه فلوس مرة واحدة بس، لكنها اكيد هتفضل تبتزهم بالسر وهتسحب كل فلوسهم وتعاملهم وكأنهم بنك متحرك.
الوالد. وهنا بتقول له رون إنها عايزة تحمي عيلتها، وأكيد حماية عيلتها مش هتكون موجودة غير لو سانجي سكتت، وطبعا مش هتسكت غير لما تموت. فبيقول لها بارك إن ده هو بالفعل اللي كان بيفكر بيه، وبتوافق رون على الفكرة. وقتها بيقول لها بارك إنها تغيرت، فبتعرفه إنها مش هتكون ضعيفة مرة تانية، وهتحمي عيلتها زي ما هو كمان عمال بيحميها. وعلشان كده بتغير رون الخطة ومش بتحط المخدر لبارك في العصير، وبتتفق هي وزوجها على سانج. أو بنرجع لوقتنا الحالي، وبيكون بارك بيحفر قبر لسانج في الحديقة، وبتلاحظ رون إن سانج بدأت تفوق، فبتديها مشرط في إيدها وتقول لها تغمض عينها لحد الوقت المناسب. وفجأة بتتكلم رون وبتسأل بارك هل كان ضروري يقتل سمين. ساعتها بيتوتر بارك ويقول لها انها اكيد رجعت تتعب تاني وتتخيل حاجات غريبة، لان مش هو اللي قتل سمين، ده كان سونج ابنه. وهنا بتقول له رون ان اللي ما يعرفوش هو ان سونج رجع البيت وشاف كل حاجة، وشافه وهو بيخنقها بايده قبل ما يدفنها. في الوقت ده بيتعصب عليها بارك ويقول لها ان ده كان الحل الوحيد علشان يحمي عيلته وما يضيعش كل اللي عمله في السنين اللي فاتت، لانها حتى لو ما كانتش ماتت كانت هتفضحه. فبتعرف رون انها تاخد ابنها يعترف على نفسه لانه اصلا ما قتلهاش. لكن طبعا بارك بيرفض ويقول لها انها مش هتعرف تعيش من غيره، لانها ما تسواش حاجة ولا تعرف تتصرف في اي موقف بدونه، وبيقول لها تبعد من قدامه علشان يلحق يقتل سانج قبل ما تفوق. ساعتها بيلاحظ ان سانج فعلا فائت، وعلشان كده بيقرب منها يتاكد. وقتها بتكون سانج قطعت اللزق اللي ربط ايدها بالمشرط، وبسرعه بتجرح بارك بالمشرط في وشه، فبيمسكها بارك يضرب فيها. وكان مركز ان كل ضربه يبقى في بطنها علشان الالم يزيد عليها وعلى ابنها وما تقدرش تقاوم. وفعلا مهما حاولت سانج انها تقاوم مش بتقدر بسبب قوه بارك اللي تفوق قوتها باضعاف. وفجأة بتمسك رون المشرط وبتجرح بيه ايدها، وتقول لبارك ان دي فرصته الاخيرة علشان يوقف كل اللي بيعمله، وتقول له ان لازم يسلم نفسه. لكن بارك طبعا مش بيكون همه كل اللي بتقوله، وبيقرب عليها وبيضربها بالقلم، ويقول لها انه ما عندوش مانع يقتلها هي كمان ويقتل اي حد يقف في طريقه. في الوقت ده بتكون سو واقفة في بلكونتها وبتشوف سانج المرمية على الأرض ومتدمرة في بيت بارك، فبتنزل بسرعة علشان تشوف إيه اللي بيحصل عندهم. ساعتها بتحاول سانج تلفت انتباهها أكتر، فبترمي فازة على الأزاز وبتكسره. وقتها بتتصل سو على الشرطة فورا، وبيجي بارك ينزل من على السلم علشان يقتل سانج ويخلص عليها بعد اللي عملته. وهنا بتستغل ران الفرصة وبتوقعه من على السلم، وبيقع بارك سايح في دمه، والمرة دي بيموت. وبتوصل الشرطة وتاخد ران تحقق معاها، وبتبدأ ران تحكي للشرطة وتقول لهم إن القصة بدأت من أول ما شمت ريحة تعفن في بيتها، وبتحكي لهم عن جثة سمين وعلى قتل زوجها ليها، وبتعترف بدون خوف ولا تردد إن هي بالفعل اللي قتلت زوجها، وكمان بتقول إن بارك هو اللي قتل كيم، وإن سانج ملهاش أي علاقة باللي حصل سواء مع كيم أو مع بارك، لأنها أصلاً كانت ضحية ليها ولزوجها اللي استدرجوها علشان يقتلوها، وبتقول كده لأنها بتكون عايزة تعوض سانج بعد كل اللي حصل معاها. في الوقت ده بتكون سانج في المستشفى، ولما بتفوق بتقول لها المحققة على كل اللي حصل، وبتقول لها على اعتراف رن على نفسها وعلى زوجها. وهنا بيجي لسانج اتصال من شركة التأمين بيبلغوها انها تاخد فلوس التأمين، لان تم اثبات ان زوجها اتقتل. وفي يوم محكمة رون بتتكلم وبتقول انها عملت كده علشان ابنها، لان ابنها كان هيفضل طول السنين الجاية عايش باحساسه بالذنب بسبب موت بنت ملوش اي يد فيه. وبتقول كمان ان بارك زوجها هو اللي وصل نفسه للموت بايديه، لانه اصلا رفض يعترف بجريمته، ما كانش عنده اي مانع يقتلها هي وابنها كمان. وبتطرح رون على السجن، وبتروح سانج تزورها وبتسألها على اللي عملته وليه بعد ما اتفقت عليها هي وزوجها رجعت ساعدتها وديتها المشرط. ساعتها بتقول لها رون انها لو ما كانتش قابلتها في العزة وقالت لها ان بارك قتل كيم ما كانش كل ده هيحصل، وكان هيفضل بارك يقنعها انها مريضة ومجنونة وبتهلوس، وعلشان كده قررت تساعدها على اخر لحظة. وبتقول انها مش ندمانة اطلاقا انها قتلت زوجها بارك، ولو رجع الزمان كانت كمان هتقتله تاني وتالت ورابع. وبعد سنين بنشوف سانج وهي فتحة محل لنفسها بعد ما قبضت فلوس التأمين، وكمان خلفت طفل جميل، وبتبعت دايما صور لجدته في دار المسنين أول بأول. وأخيرا بتعيش سانج حياة سعيدة هي وابنها. وأما ران فبتكون قضت عقوبتها في السجن وخرجت، لكنها خرجت بشخصية مختلفة تماما، بشخصية أقوى وواثقة من نفسها، وده اللي بينعكس عليها في حياتها اللي تبدلت تماما من حزن لسعادة. حتى إنها بدأت تقرب من ابنها ووالدتها مرة تانية بعد ما كانت صلحت مع نفسها قبل أي حد. أو بكده يخلص مسلسلنا. وأخيرا، ولأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فكفاية تعملوا لايك وفي التعليقات تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان تشاركوا الفيديو مع اللي بيحب النوع ده من المسلسلات. ولأن الإشعارات للأسف مش بتوصل لناس كتير، اتأكدوا من تفعيل الجرس على خيار الكل عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.